سرطان، شو رأيك أنه نأخذ صورة مشان نثبت له أنه إجينا؟ لا لا، بلا الصورة، لأنه وقتها رح تفكر أنه ما رحنا. ما في داعي بنوب، شافتنا ونحن طالعين رح تصدق. سرطان نحن عم بنساوي شي مانو حلو، ما بعرف، حاسة كأنه نحن عم نخدع جولشين. نازلي، عم نساوي هيك لتكون مبسوطة. قالت روحوا على المطعم وهي اجينا لهون، شو نعمل؟ قول. تعرفي انا ما إلي نفس بنوب، وهي انا لا. لو انه علي هون كان طلب شاورما كبيرة هالقد. علي؟ رفيقي بالمشفى، طبيب جراح، هاد يلي عرفتكن عليه أول ما أجيتوا على المشفى. دكتور علي، تمام. قديش بدنا نضل؟ ما بعرف، يعني بعد شوي منروح. ايمت يعني؟ شي نص ساعة؟ نازلي، معقول مليتي مني لهالدرجة؟ قول شي. طيب خلص، أنا آسفة، لا تواخذني، علي عودني على هذا الشي، هو بده يعرف كل شي بالضبط. ما بيحب يتأخر عن شي أبدا، وبده يعرف كل شي، هيك نظامه، بيفيق بنفس الساعة كل يوم وما بيتأخر دقيقة واحدة، يعني على الثانية تماما، بيأكل بساعة محددة وبيفيق بساعة محددة وبينام بساعة محددة. بالأول كنت أقول قديش ممل، كيف بيقدر الإنسان يعيش هيك، بس بيتعود آخر شيء. وحتى بيفيده كمان، ما بعرف، يمكن آمن ومريح، يعني بيفيد الإنسان، بتشوف الدنيا من مكان مختلف، غريب كتير، وحتى بتصير بتدور عليه، بتعرف؟ وحتى انه سوى شي مبارح، هو نازلي. يعني انت هلا مثل ما شفتي على المرايا، كأنه هذا اللي اسمه علي، ما له صديقه، بس بظن انه هو اكثر. سكوت سكوت، خلص خلص سيرتان، اضحك تحكي، ما بدي اسمع شيء. طيب اهدي شوي، بس هي حقيقة، بتعرفي مو هيك؟ سيرتان لو سمحت سكر على الموضوع، ولا بقى تحكي، عن جد ما بدي اياك تحكي ولا كلمة، سيرتان لو سمحت اسكت. طيب خلص، انا لازم اروح. ليش بدك تروحي؟ نحن اتفقنا انه نجي على المطعم ونقعد شوي حتى لو ما اكلنا، بس المهم انه اجينا كرمالها، ما هيك؟ ايه مزبوط، بس اهدي شوي. طيب لا تواخذني، لازم امشي، عن جد انا كتير اسفة سيرتان، وبتشكرك على كل شي. بشوفك بالمشفى، ماشي، انا بدي اروح. نازلي خلص، مثل ما بدك. تمام تمام سيرتان. رفيقي، شكرا كثير. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.